غادي نمشي عند هشام من زواغيه. التعليق ديالكم على السي مصطفى بيطاس اليوم اللي كيقول بانها اليوم دارت كل ما في جهدها الحكومه باش توقف هذا الارتفاع في الاسعار، ولكن مشكل راكين في المضاربين. انا التقطت واحد الاشارات من التصريح ديال السي بيطاس الناطق الرسمي، قال لك انا مستعد يسلخونه، المهم غنحبس التصدير. لا السي بيطاس، المغاربه الفقراء اللي كيتسلخوا، الوزراء اللي كيشدوا الملايين في الاجره ديالهم في بريمات، والبرلماني اللي كيشدوا 3 مليون والبريمات ما كيتسلخوش، هذوك عايشين البحبوحه مع روسهم. راك انك تخرج وتصرح ولا واحد يطرح سؤال ويغوت في البرلمان لا يعني انه عايش السلخه، اللي عايش مسلوخ مزيان ومخليه دار باباه، اعتذر على هذا المصطلح، هو المواطن داك اللي هاز القفه وغادي للمارشي وما لاقيش باش يشري لولاده ما ياكلوا ولاده في الجوع. وكيف كيدخل للمارشي وهذا مجموعه ديال المستمعين كيعاود يخرج لانه ما عندوش ما هذا هو اللي تسلخ. اما السي بيطاس ما مسلوخش، ما يبقاش يحاولوا ما امكن يلعبونا على العواطف واننا راه واكلين الدق. لا، اللي واكلين الدق هما الشعب، حنا اللي واكلين الدق، انتم عايشين البحبوحه وكتشدوا اجور اللي تخليكم تشريو مطيشه ب 1000 ريال الكيلو. ما يبقاوش يضحكوا علينا الضحك على الذكور، راه ماشي وقته هذا. المغرب في واحد المرحله اللي اما يكونوا عندنا رجال دوله مسؤولين، اما دوك الشعبويين ما خصهمش يبقاو يخرجوا.